البرادي الساعة الحين 7:30 وشوية إبراهيم، الساعة 7:30. هذا شعيب بوضة توه جاي، شفاه مقبل، شفاه ها ورا نخل بن صالح. شعيب بوضة إبراهيم مع ذاهو، اليوم الاثنين 27/5. شوف إبراهيم يمشي، شعيب بوضة جاي، شايفه وصل الخيل. هذا شعيب بوضة يا إبراهيم، هذا شعيب بوضة. أقبل من تحت الكبري اللي ورا نخل بن صالح. اسمع، شوف من علوه، ها من فوق، من هذا هو دخل تحت الكبري يا إبراهيم. شفته يا إبراهيم؟ أبو محمد شفت شعيب بوضة، هذا بدايته، توه واصل. ما أقدر أصوره لك لين تشوفه يكتمل. هذا شعيب بوضة. شوف طلع من لي يا إبراهيم. شوف شعيب بوضة إبراهيم، ما غير الحالي، ما عندي أحد الحالي، ما حد. أبو عبد الله شفت شعيب بوضة يا إبراهيم؟